ما نو نسياني شفتي؟ ابني ما بينسى شيء، انت ما بتعرفي قديش هو ذكي. فريدو حبيبي يا روح قلبي اشتقت لك. ايه احكي لي كيف كانت الرحله؟ مثل كل الرحل، بحر ونوم كثير واكل زياده. مو زايد وزنك؟ انا ما راح احكي نفس الشيء عنك. كبراني ما هذا البيبي عم بيكبر بسرعه، كثير عم بتضايق بالشوب. لا تشكي، شوفي ما احلاكي، وانت صبيه صار عندك ولدين، راح تكونوا مثل الاخوات. معناتها يلا، وانا حابه اشوف ابن اختي كمان. طيب ليش؟ هي امورك ما احلاها، وعدنان حابب كمان، وقتها تمام. بالنسبه لي بكير كثير ما فيي اتحمل. هي انت كل سنه بتجيبي لنا ولد بكفي. وقت بتحكي هيك قدامي بحسك عم تشبهي ماما وعم تخوفيني عليكي. ماما جاي اليوم كمان. حكيتوا شي؟ الصبح بعثت لي رسالة قال راح تسكر تليفونها لأنه طالع بالطيارة، هلأ بتكون بالمطار. خليها تجي لشوف، اشتقت كتير لمغامراتها. وأنا؟ ليش عم تبكي حبيبي؟ شو صار يا عمري؟ يا حياتي، تعا الظاهر ناس وبده ينام، رح نيمه منشان نشرب القهوة على رواق. حبيبتي من شوي حتى شفت رسالتك. ليش مسكر تليفونك؟ ما سكرته، وانا عم بركض الصبح نسيته بالسيارة، والسيارة بمكان مغلق، الظاهر ما في تغطية مشان هيك ما وصلت رسالتك. ماشي، وانا قلت لحالي ابصر شو عم تعمل. شو هالحكي، انا بريء تماما. رجعتوا ما؟ ايه، وانت تعال بقى، اشتقت لك كتير. على الاغلب ضل شوي كمان، مضطر اني ابقى هون يعني شي اسبوعين. اسبوعين؟ ليش؟ عم حاول اعمل شغلة مع رفقاتي هون. عم نأسس شركة صغيرة عقدنا. شو عم تحكي بلا كلام فاضي؟ يلا يلا لا تشغلي بالك، بس ارجع بحكي لك. اساسا كنت بدي اقول لك شغلة تانية، لقيت مكان عن طريق الانترنت. من شان؟ مكان بعيد عن الأنصار حتى نبقى فيه اتنيناتنا، من جهة بعيد ومن جهة قريب على المدينة، مكان كتير حلو. ما عم صدق. وين؟ سمر تعالي انتي كمان لجوا. يلا جاية بس دقيقة. وينك انتي؟ عند بيسان. يلا احكي. ما في شي احكي بنو، بدك تروحي وتشوفي اليوم. اليوم؟ لازم تروحي وتاخذي المفتاح من هني، الرجال مو فاضي غير اليوم. كل ما بكرت بيكون احسن مشان ما يروح علينا، رح خليه يستناك. بلكي عرفني صاحب البيت. لا يا روحي، منو رح يعرفك؟ بس طبعا الافضل تكوني حذره. ماشي، وين المكان بالضبط؟ رح ابعث لك العنوان برساله، بس اكيد اليوم لازم تروحي. قلت لك ماشي، بعد شوي بطلع من هون. يلا رح سكر هلا بلا ما تحس علي. سمر بحبك كتير. وأنا بحبك. تعي نشرب القهوة هون. رح أقوم بعد ما أشرب القهوة، من هلأ عم قلك لا تصري علي بنوب. ليش مستعجلة؟ لسه ما شبعت منك. عندي شغل، حابة أعمل شي مميز هي السنة مشان عيد زواجنا. إيه والله بهذا الشهر، مرت سنة وما حسينا. شو عم تفكري تعملي، حفلة مفاجئة أو شي تاني؟ ما بعرف، حابة يكون في شي مميز. حكيت مع كم شركة إنتاج من شانه، وهلأ رح يبعثوا لي رسالة وخبروني عن المكان، بدي روح شوفه. إذا بدك أنا بروح معك. لا أنا بروح لحالي.
من يومين تركنا فريدو عند أمه لنهاد ورحنا لبستانة. كتير حلو. دقت خلاقي من القعدة، معقول ما أطلع لي شي مشوار حتى أتنفس؟ طبعا ليش لا؟ أنا صار لازم روح. إذا بدك شي مساعدة قلي لي. ها ماشي بقلك. يلا باي. معقول تروحي بهالسرعة؟ ما شفتك منيح. بكرة منطالع الفرق. Thank you.